وين ماما؟ بالصالون. أنا هون ماما بالصالون. كأنك راجع بكير؟ ايه حقك علي، لقيت حالي خلصت من الشغل بكير فقلت بيجي بتسلى أنا وياكي. يي نسيت ما أعرفكن، دموازيل راني بنت لطانت سلمى، رجعت من أسبوعين دارسة مثلك بفرنسا. ابني وحيدي ورد دارس بزنس كمان دارس بفرنسا. أهلين ورد. هلا كيفك صباح؟ بنشكر الله الحمد لله. ماما أنا عم جدد قهوة، أحسب حسابك؟ طبعا أكيد أكيد ماما طبعا، بس عن إذنك بدي أخذ ماما منك دقيقتين. ماما عن إذنك شوي. طب أوكي استنيني دقيقتين وراجعة. طنط أنا لازم أمشي، مو عند رفقاتي. وين تمشي؟ مستحيل خليكي تمشي، مشتاقت لك كتير كتير وبدنا نكمل حديثنا. يلا دقيقتي. ماما شبك؟ شبك ما عندك غير هاي الطريقة؟ لك ما لقيت طريقة غير هاي لحتى اجمعك فيها شباك. طيب ما خطر على بالك انه ممكن يصير؟ لا 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 ما خطر على بالي غير انك تشوفها. رانيا درست 4 سنين برا وما صدقت انه لسه لهلا مو خاطبة. ماما ماما انا كم مليون مرة صرت قايلك انه بهي الطريقة ما رح يمشي الحال. لا بلا رح يمشي الحال ومو على كيفك. لك يا ورد رانيا قمر بتطير العقل بس تطلع فيها منيح، وغير هيك هي بنت عالم مثلنا بيشبهونا، يعني كمان دارسة برا. مو انت بدك هيك؟ لك انا ما بدي هيك، ما بدي هيك. بس انا بدي هيك يصير ومو على كيفك. انا امك وبدي يصير اللي بدي اياه. يا امي يا حبيبتي، مو يعني اذا انت امي فانت بتقرري كيف انا بدي اعيش. لك ورد انا امك، عم اقول لك انا اللي جبتك على هي الدنيا. وانا لانه اجيت على هي الدنيا انت صرتي ام. انت لولاي ما كنتي ام، فبلاها هي المبالغه. انا ماما ما كان قصدي، والله ما قصدي، ما بعرف كيف طلعت معي. حقك علي ما هوش حقك على راسي. يا ماما مشان الله افتحي بقى، والله ما كان قصدي اني ضايقك، بس ما هو شيء يعني ما تزعلي، بس انت كمان استفزيتيني كثير. ماما حبيبتي يعني بيهون عليكي صار لي اكثر من ساعتين عم راضيكي؟ طيب والله تكسروا رجلي هلكت. ما هو شيء. طيب خلص افتحي واللي بدك يا بيصير. بدي جوزك رانيا وشوف ولادك. طيب ماما افتحي خلينا نحكي فيس تو فيس لنتفاهم. وعدني برحمة ابوك انك تتجوز رانيا. انت بدك تضحك علي. طيب ورحمة أبوك ما رح أحكي معك ولا كلمة. ماما طولي بالك، طولي بالك، طولي بالك. ماما افتحي الباب لأنه في موضوع بدي أقول لك إياه. عم بسمعك. ماما في يعني في صبية ما بعرف هيك شو بدي أقول لك. أنا مين هي بعرفها؟ بنت مين؟ دارسة؟ شو دارسة؟ طولي بالك ماما، طولي بالك. أول شيء مشان الله سامحيني أنا آسف على اللي قلت. خلص هذا الموضوع حسابك فيه بعدين، ما رح مرق لك إياه. قلي شو اسمك؟ كلاس حلوة؟ ماما طولي بالك علي، أنا لسه ما بعرف يعني ما بقدر أقول لك شيء عنها لأنه أنا ما بعرف كيف هي، يعني كيف هي حاسة اتجاهي لسه. لهلا لسه ما بتعرف كيف هي حاسة اتجاهك؟ شو ناطر؟ ماما رجلي كثير وجعوني، صار لك ساعتين موقفتيني على الباب، خلينا هيك نشرب فنجان قهوة واحكي لك على رواق. نحكي على العشاء.
رامي. هلا ليش انا بدي اسحب من تمك الحكي سحب؟ كل ما بسالك عنها بتقلي بس لاتاكد. لانه العقل هيك بيقول. يعني هي علاقه، يعني ممكن نتفق ممكن ما نتفق، ممكن البنت ما توافق علي. لا يصح لها شاب مثل الورده، يعني بكفي انك مثقف ومرتاح وبن عالم وناس. العواطف ما بتهمها هي القشور. الزواج قائم على هيك قشور. يمكن بزمانكم، بزماننا متغيره. يا علينا. هلا ليش شو الحكي اللي بلا طعمه؟ اذا ما عجبتني ما رح اوافق على الزواج منها. هلا انت مو كان بدك ياني بس انه اتجوز وجيب لك حفيد؟ ايه بس مو تتزوج مين ما كان. ليش انا بيهون علي اتجوز مين ما كان؟ ببساطة أنا بشوف الموضوع من غير زاوية. أوف. دايماً تغلبني بالحكي. أنت بدك تعرفني عليها؟ قريباً أمي، قريباً. معك أسبوع. وإلا كل شيء بوقته حلو. تماماً ماما، كل شيء بوقته حلو. قول ماما قول. قول. حبيبتي أنا لازم أمشي. على فكرة أنا فاضية يوم الثلاثة. إيه شو يعني؟ مشان تعرفني على علا. ماما، ماما أنت ليه بتحبي تحصريني؟ بركي ما زبطت معي الثلاثة. ورد أنا عطيتك أسبوع وللثلاثة بيكون بقيان يومين. طيب وبركي ما زبطت الأسبوع. ساعتها رح خطبك رانيا. ماما وعلا. وبركي ما في علا أصلاً. وكنت عم تضحك علي. معقولة انتي؟ معقولة ماما معقولة؟ لا ماني معقولة ابدا. انا الحق علي اني تركتك على راحتك لهلا. انتي بتضلي مصرة انه ما تخلينا مرتاحين ولا يوم ولا دقيقة. وانت مصر تجلطني. لك انا تعبت. ورد برحمة ابوك. ريحني وبرد لي قلبي. انت مو عم تقول انه علا عجبتك. شو رغطي؟ مو ناطر شي. إذا كنت بتحبني وعدني إنك ما تطول. وعدني. بوعدك أنا تأخرت لازم أمشي. مثل ما قلت لجورج أستاذ بدي أتفضل لدراستي لأني ما عم بلحق. فإذا بتريد عفيني من الشرط الجزائي. اسمعي يا فاتنة أستاذ. فاتنة، حالياً أنا ما في ساعدك ولا بشي. أساساً أنا عندي نقص بالعمال ولازم دبر حدا مكاني. بس أنا كتير مضطرة. وأنا ماني مضطر انزع شغلي لأنه أنت مالك دارسة أمورك صح. دبري حدا مكانك وما عندي أي مشكلة. حاضر أستاذ. أنا بعرف أكثر من وحدة. رح خليهم ياخذوا موعد من جورج ورد كثير إلها. أهلا وسهلا ماما. أهلين حبيبي، عملنا لك مفاجأة. شرفتي ونورتي. كيفك وري؟ تبا؟ الحمد لله تمام. نحن جوعانين كثير كثير وحابين نجرب المنيو الجديد. أهلا وسهلا فيك، تفضل وين ماما. وين أقعد؟ هي الطاولة، تفضل. أوكي. طلع شايفين أحلى. هلا متوفق فيه كثير. عن جد الأكل كثير طيب. بذكرني بأكل باغي. شيف فرنسي؟ لا لا سوري بس شاطر كثير. شاطر عن اذنكم انا بس. بتعرفي رانيا؟ ورد ضل شهر ونص وهو عم يدور على شيف لحتى اختار هذا اللي عملنا الاكل. بتشربي قهوة؟ يا ريت والله. خير استاذ، ان شاء الله كل شيء على ذوقك. كله تمام جورج، اسمع.
بدي اياك تجي لعندي هلا بعد شوي على الطاوله، تلاقي لك شي حجه او تقلي انه عندي موعد كثير مهم ولازم اطلع. ماشي استاذ. ماشي استاذ، بدي اياك بشغله. قلي. اسفه مو بقصدي. غبيه انت شي؟ انت بتعرفي انه راتبك لسنه ما بكفي حقه؟ طولي بالك، طولي بالك يا ران. وهلا كم سنه صار بك؟ انت شو عملتي انت؟ طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. مو معقول. شو مو معقول. شو هي اللي ابصر منين جايبها؟ شوف شو عملت. لازم تقلعها فورا ورد. جورج من بعد اذنك بس شوف لي مين مين. طرق الهوى باب الجواب من بعد أن مل النوى فتكلمت.